بمشاركة 3 فرق احتضنت المدينة الرياضية في محافظة السويداء أول دوري ركبي سباعي للسيدات في سوريا، وذلك بهدف تطوير قدراتهن والتعريف بهذه اللعبة التي بدأت منذ 5 سنوات في سوريا. أول دوري ركبي سباعي للسيدات بسوريا، جمعنا 3 فرق موجودين عم يدربوا صار لهم فترة، لمنه يعملوا الدوري هي ليصير في عنا احتكاك محلي، يعني ما ننطر المنتخب ليطلع شيء خارجي لمنه احنا نصير أحسن. 2018 تشكل أول منتخب سوري للسيدات، عنا مشاركات كثير خارجية، احنا وصلنا ثاني عرب، مشاركين بغرب آسيا، وآخر شيء العربي كمان عم بطولي من شهر بلبنان، أخذنا ثاني غرب آسيا. السويداء فينا نقول النواة الأساسية لهي اللعبة، حمص شكلنا بداية، بالشام شكل فريق، باللاذقية عم يتشكل ورح نحاول نوصل لكل المحافظات. التنفيذية بسويداء واللجنة الفنية قدمت كثير لهالرياضة، لمنا من الملاعب، من التجهيزات، من التسهيلات، لمنه تقوم هالرياضة. والحمد لله عم يحققوا يعني نتائج كثير ممتازة. بالرغم من العمر الزمني القصير لهذه اللعبة، إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج متقدمة على مستوى سوريا وغرب آسيا. وحاليا يتم التحضير للمشاركة في بطولة العرب بداية العام القادم. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.